بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شباب مع هذا الفصل الجديد، الشابتر الخاص بالريفريجريشن والهيت بامب سيستمز. بإذن الله الشابتر هذا بيكون أسهل وأسرع، لأنكم الحمد لله تعرضتوا قبل الشابتر الخاص بالرنكان سايكلز والتي هي يعني أوسع وأكثر تفريعا، وأيضا تعرضتم له في ثيرمو 1 الفصل الماضي، فإن شاء الله بيكون سهل جدا ونخلصه في كذا مقطع. ركزوا معي الله يرحم والديكم. خلوني أذكركم بتمثيل الريفريجيريتر، السكيماتيك حق الكروك اللي قدامكم الآن، وأيضا شكلها لما كنا نقول في ثيرمو 1 أنه يكون عندنا cold refrigerated space. الcold refrigerated space هذا هو الفريزر أو الثلاجة اللي الطعام حقك موجود فيها. الطعام هذا تبغى تحافظ عليه مثلا نقول عند 2 درجة مئوية، وهذا الطعام يسخن. يسخن ليش؟ أنت بتفك الباب مرة وبتصكه مرة ثانية، وأيضا في هيت من المطبخ تدخل إلى داخل الثلاجة، فبتزود درجة حرارة الطعام، وأنت تبغى تحافظ عليها عند 2 درجة مئوية. فيجي دور الفريون لما يمر في الأنابيب هذه اللي قدامك، شايف كيف طالع نازل طالع نازل، فهو بارد، لكن أثناء مروره يمتص الهيت الخاصة بالطعام ويصل إلى saturated vapor. طيب المهم، عندنا cold refrigerated space يحتاج إلى المحافظة عليه عند درجة حرارة معينة منخفضة. عندنا الريفريجريتر اللي هي إيش؟ اللي هي هذه كل أبوها، أو هذا الشكل يا شباب كل أبوه نمثله بيش بالدويرة هذه. الريفريجريتر هذه بحاجة إلى warm environment، المطبخ مثلا ولتكن درجة حرارته 25 درجة مئوية. كيف حيكون شغلها؟ حيكون شغلها كالتالي، حتستلم work. الwork هذا جاي من فين؟ جاي من سلك الكهرب اللي انت شابكه في الجدار عشان تأخذ على الكهرباء. عندنا work يدخل، شايف كيف؟ الهدف من هذا الورك هو إخراج الهيت من اللو تمبريتشر ريزرفوار إلى الهاي تمبريتشر ريزرفوار زي ما بتشوف بهذه الطريقة. هذا هو الكمبريسور، أوكي، وهذا تمثيله هنا، وهذا هو الكوندنسر. الكوندنسر هو الشبك هذا يا شباب اللي في ظهر الثلاجة، أوكي، يمر فيه الفريون يكون سخن جدا وما يوصل هنا إلا ويش نقص درجة حرارته على TS diagram زي ما نشوف السلايد اللي بعدها. لكن هنا في مشكلة، شايفين أنتم كلمة تربين صح؟ حشرح ليش المؤلف حط هنا كلمة تيرباين. وعندنا الإيفابوريتر، إيش هو الإيفابوريتر؟ نفس الشيء، it's a heat exchanger ولكن داخل الثلاجة، شايف أهو هذا هو ماشي رايح، اوكي. وممكن تحصله كمان في الجدران الجانبية، بس ما اقدر ارسمها هنا، ممكن يكون هنا في الجدران هنا اللي على جنب عشان يمتص حرارة الطعام من جوا الثلاجة. ممتاز جدا. طيب هذا كان كل مراجعة سريعة لثيرمو 1. كيف كنا نقيس الأداء الريفريجريتر؟ ما عندنا الآن efficiency. ليش؟ لأنه إذا جيت بقيس أداء الثلاجة، فأداء الثلاجة يساوي الأوتبوت أو الشيء اللي أنا أبغاه مقسوم معنا على الإنبوت. الإنبوت أنا وياك متفقين عليه، هو الورك أو الشغل الكهربائي اللي بيدخل للثلاجة، صح ولا لا؟ والأوتبوت هو كمية الهيت اللي بتستخرجها من اللو تمبريتشر ريزرفوار. هذه الكمية أكبر من المقام، يعني بتصير أكبر من الواحد، 2 3 4 5. لهذا ما استخدمنا مصطلح الافشنسي، لأن المصطلح الافشنسي دائما يكون إيش؟ لس أو يساوي واحد، أقل أو يساوي واحد. إذا هذا آخر شيء الحمد لله يعني ذكرناكم فيه من ثيرمو 1. نجي الآن إلى إجابة سؤال يطلع من أحد الشباب، وبيقول يا دكتور لطالما حدثتمونا في ثيرمو 1 عن الكارنوت هيت إنجن والكارنوت ريفريجريشن سايكل والتي هذا هو رمزها، لكني ما أشوفكم تستخدمونها في الثلاجات، فلماذا؟ نقصد يا شباب أنه بالنسبة للثلاجات الحقيقية يكون الرسمة حقتها زي كذا. عندكم روتلينك لحد هنا، هذه نقطة 4،
هذا هو الحقيقه. فيقول ليش ما استخدمت التمثيل الخاص بالكارنت ريفرجريشن سايكل اللي يكون في البدايه ايزنتروبيك كومبريشن من 1 الى 2، كونستنت تمبريتشر كولينج اوكي من 2 الى 3، ومن 3 الى 4 ايزنتروبيك اكسبانشن، من 4 الى 1 كونستنت تمبريتشر هيت اديشن. طبعا هي عكس ايش؟ عكس الكارنت هيت انجن. نقول له حياك الله واهلا ومرحبا فيك. اولا نذكركم بما قلنا في ثيرمو 1 ان الكارنت لما حطيناها وضعناها في ثيرمو 1 كمرجع ومقياس نقيس اداء التصميمات المختلفه اللي كل واحد منا كمهندسين ميكانيكيين يقترحها عشان تشوف قربك وبعدك من ايش من الايديال سيتويشن. وهذا رقم واحد. رقم اثنين ببين لك الان ليش احنا ما نقدر نستخدمها. اول شيء الكمبريسور سيضطر انه يعمل ما بين ستيت 1 اللي هي ساتوريتد ليكويد فيبر ايش ميكستشر الى حد ما يوصل الى ساتوريتد فيبر. الفاينل ستيت حلوه ما فيها مشكله، لكن الانيشال ستيت بالنسبه للكمبريسور متعبه جدا. ليش؟ لانك الان تخلي بساتم اللي جوا في الكمبريسور تتعامل مع مزيج شويه ليكويد وشويه فيبر معايا، وهذا ياثر على اداء الكمبريسور. ايش نسوي احنا كمهندسين؟ نقول طيب حنضحي بهذا الايديلايزيشن، نقول لا ندف الواحد نخليه لوين تروح الى 2 هنا اوكي عشان الكمبريسور يدخله فقط ساتوريتد فيبر، ولو قدرت كمان حتى تخلي يدخله ليتل بت سوبر هيتد يكون خير على خير، نسميها تو برايت. طيب هذه رقم واحد. رقم اثنين لاحظ التيرباين هذا يعمل ما بين 3 و 4، 3 بالنسبه له ساتوريتد ليكويد لكن نقطة أربعة نفس المشكلة بالنسبة للكمبريسور، يخرج زي ما أنت شايف مزيج من قطرات الفريون مع شوية من بخار الفريون، وهذا متعب جدا للتيرباين. وأضف إلى ذلك أنه حتى الورك اللي بيطلع منه منخفض جدا ما هو كثير. فإحنا الآن نستمدل التربين الذي يقوم بتخفيض البرشر من 3 إلى 4 بعملية أيزنتروبية، يعني ما فيها لا هيت ترانسفير ولا فريكشن. نقول له لا يا حبيبي إحنا هنشيلك يا تيربان ونحط بدلك إيش؟ نحط بدلك ثروتلينج فالف. ثروتلينج فالف صمام صغير جدا أو بزبوز أو فوست أو إلى آخره، يؤدي إلى تناقص الضغط من نقطة 3 إلى نقطة 4. وزي ما تذكرون كنا نقول من ثيرمال 1 أنه H4 حتساوي H3 وأثبتناها في ثروتلينج ديفايسز في ثيرمو 1. طيب طيب ممتاز جدا، إن شاء الله إحنا جاوبنا على جواب الطالب هذا. طيب تقدر تقرأ الأشياء دي، هو نفس الكلام اللي كنت أقوله، تقدر توقف وتقرأ. خلينا يا شباب نجيب الـ COP حق الريفرجريشن فيما لو كانت رانكان سايكل من دون ما أدخل في التفاصيل والدريفيشن. الدريفيشن موجود في أيام ثيرمو 1 حتكون QN على الـ WN. QN نقصد بذلك التي دخلت إلى الإيفابوريتر، كنا نسميها في ثيرمو 1 يا شباب QL التي استخرجتها من اللو تمبريتشر ريزرفوار ودخلت إلى الفريون حقك، فأتمنى أنكم ما تلخبطون فيها أوكي. وQ على TS diagram تساوي التمبريتشر هذه كانت زمان بيش بتي ال اذا تذكرون مضروبة في دلتا اس، اس التي تتراوح ما بين اي وبي اوكي، هذه هي اس اي ماينس اس بي. ويقال نفس الشيء بالنسبة للكي اوت، الكي اوت هي الكيو اتش اذا تذكرون التي يجعل الكوندنسر يلفظها الى الهاي تمبريتشر ريزرفوار، وهي تساوي تي اتش مضروبة في ماذا؟ في دلتا اس اللي هي اس 2 ماينس اس 3، وهي هي نفسها اس اي ماينس ايش؟ اس بي، هي كما ترون اوكي اس 2 ماينس اس 3. النتورك يا حبايب حيكون المنطقة هذه اللي انتم شايفينها، ويو كان فيريفاي انه يساوي تي اتش ماينس تي سي في اس 2 ناقص اس 3. هذه ما بصرف وقت فيها، بامكانك توقف الفيديو وتتذكر ما درست لك اياه في ثيرمو 1. طيب يا دكتور انت حسبت الكيو نت، انا ابغى الدبليو نت. ايوه بس اني اعرف انا من ثيرمو 1 انه اي سايكل كيو نت حيساوي دبليو نت، صح ولا لا؟ اوكي اعتقد انك ايش انك توافقني الان، دبليو نت حيساوي كيو نت واللي هو نفس المقدار هذا. انا اشيل الشيء هذا الان واحطه وين؟ احطه في المقام. وكيو ان اللي هي هذه اشيلها واحطها فين؟ احطها في البسط. نجي نبسط، نجي نبسط.
يطلع السي او بي زي ما كنا طلعنا ايام ثيرمو 1 اللي هو تي ال على تي اتش ماينس تي ال. هو حط هنا في الكتاب تي سي رمزا للتي كولد. الان ما الذي يجعلنا نغادر الفرضيه حقت الكارنوت سايكل؟ ما الذي يجبرنا؟ اعتقد الحين قد جاوبنا جزء منها انه جزء تصنيعي وفي جزء خاص بالثيرمو. هذا ما سنتطرق اليه في المقطع القادم، ما سنشرح ان شاء الله في المقطع القادم على هداوه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.